بسم الله. عندنا تمرين من تمرينات البالانس اسمه وان ليج دي ليج سيركل. التمرين ده هنعمله 12 تكرار للرجل اليمين و12 تكرار لرجلك الشمال. دي كده جوله، عندنا 3 جولات والراحه فقط لحد 60 ثانيه بين الجولات. هتقف رجليك باتساع الحوض، تبدا ترفع رجلك اليمين لها دوران سيركل دايره كده، واحد اتنين. بكل ما بتعمل دايره كاملة كده عدى لحد ما تخلص ال 12 تكرار، والرجل التانية برضو تعمل السيركل بتاعتك 12 تكرار. وطبعا انت ممكن تبدأ باتجاه عقارب الساعة، ممكن في مرة تانية تعكس عكس اتجاه عقارب الساعة. ضروري انك تعمل الفاريشن او التنوع ده في كل مرة، والتزم بالراحة فقط ما بين الجولات فقط 60 ثانية.